إذا مشاهدينا إلى موضوعنا الرئيس، ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر لها مؤخرا عن استمرار الانتهاكات الممنهجة في السجون العراقية، وأشار إلى أسماء عدد من الضباط المتورطين في عمليات التعذيب المستخدمة لانتزاع طبعا الاعترافات من معتقلين متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة في سجن الفصيلية بمدينة الموصل. اللافت للأمر أن برلمانيين من المدينة أكدوا أن سجن الفصيلية لا يحتوي أي لجان تحقيقية، كونه سجن إيداع وتسفيرات، طبعا ما يدعو طبعا تجاوزا واضحا، وما يعد هذا التجاوز الواضح على النظام المتبع في العراق للتحقيق مع المتهمين. صور أرشيفية لسجن عراقي، الحال لم يتغير كثيرا. وفقا لهيومن رايتس ووتش، الانتهاكات ما تزال مستمرة، والحط من كرامة السجناء وتعذيبهم أمر شائع. سجن الفيصلية في الموصل هو موضوع التقرير. سجناء مفرج عنهم أخبروا المنظمة الدولية إن الاعتراف بالانتماء لتنظيم الدولة ينتزع بعد سلسلة من أنواع التعذيب ذكرها تقرير المنظمة. هذا اللي موجود في الفيصلية، السجن هو عبارة عن إيداع، فإذا ما أخذ اتجاه آخر وبدأ يحقق هذه كارثة طامة كبرى. يعني هذا المفروض يفترض أنه مراكز الشرطة عندما تلقي القبض على متهم تحقق معه، ويحتاج إلى فترة لإحالة المحكمة والمحاكمة تودع في هذا الفيصلية ما يسمى بالتسفيرات، بعدين يتم. لكن إذا كان هذا التسفيرات اللي هي الإيداع هي تقوم بعمل التحقيق فهذه كارثة. تعدد الجهات العسكرية في الموصل أربكت التحقيقات الجارية في جرائم تنظيم الدولة إبان سيطرته على المدينة. المشكلة اللي عندنا اليوم ده نخلط بالأوراق، يعني أكو أجهزة غير مختصة بالتحقيق ما لها علاقة بالتحقيق، ما تعرف شنو التحقيق. يعني مع احتراماتنا الحشد أو الجيش أو الكذا مو اختصاص تحقيق، أكو جهات هي مختصة بالتحقيق، يفترض التحقيق دائما يكون من يتولى هي وزارة الداخلية أو ما يتبع وزارة الداخلية. لكن القضاء عادة لا يحقق في مزاعم التعذيب بحسب المنظمات الدولية. العراق صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكن باقي البروتوكول الاختياري للسماح بالجهات الدولية لزيارة هذه السجون. لكن أنا أقول لك يعني نحن في العراق لدينا كنصوص، لدينا نصوص جميلة جدا في الدستور وفي القوانين، لكن العبرة في التطبيق. هذه الحرية قد تستغل. التقرير الدولي شدد على ضرورة اتخاذ حكومة عادل عبد المهدي قرارا بمنع التعذيب وبشكل واضح. 16 عاما مرت على تغيير نظام الحكم في العراق. معتقلات البلاد وقتها كانت تتصدر الانتهاكات المسجلة دوليا، ويبدو أن الرهان على إنهائها ما زال بعيدا. حازم الشرع، العربي، أربيل. معنا من بغداد ونرحب بالسيد هيمن باجلان، وهو عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومسؤول ملف العدالة الجنائية ومناهضة التعذيب. وأيضا معنا من أربيل الدكتور محمد نوري العبد ربه، وهو قيادي في تحالف الإصلاح بمحافظة نينوى. أهلا بكما ضيفي الكريمين إلى التلفزيون العربي وبرنامج شبابيك. دكتور محمد، أبدأ معك، وخاصة أن تتحدث في التقرير الذي عرضناه قبل قليل ذكرت عدة نقاط منها كارثة، أريد أن أبدأ من هذا النقطة، الكارثة التي نتحدث عنها في العراق بالنسبة إلى السجون ومعاملة هؤلاء وموضوع ملف الحريات، أين هي الكارثة وما هو تعريفك بموضوع الكارثة الذي تحدثت عنه؟ شكرا لكم وتحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكرام ولضيفك الكريم. يعني حقيقة الكارثة عندما يناط الأمر إلى غير الاختصاص غير أهله. يعني اليوم عندما نتحدث عن عمليات تعذيب في سجن الفيصلية تحديدا، ومن خلال تقريركم كانت هناك قطعة واضحة في يعني في الدخول إلى هذا السجن، تتحدث عن اسمه الموقف والتسفيرات. يعني هذا مجرد عملية إيداع، يعني ليس عملية تحقيق وليس عملية تحقيق ابتدائي أو قضائي أو إحالة، هو مجرد عملية إيداع. عندما تكون التحقيقات قد اكتملت
في مراحلها الأولية، يودع هذا لحين إجراء المحاكمة، من ثم يأتي يتم أخذ هذا الشخص إلى المحاكمة ويحكم عليه، ثم يودع في السجون المختصة بالمحكومين. هو الكارثة أنه عندما يكون هناك عمل من غير الاختصاص، يعني عندما يعني دكتور محمد عفوا، هل المشكلة بالتحقيق هذا ليس من اختصاصهم دكتور محمد، هل المشكلة بعمل موضوع بأن يكون هناك لجنة مختصة من أو أجهزة مختصة، أم المشكلة بالعملية نفسها، بالمشكلة بالذي يحصل داخل هذه السجون، بالخروقات التي تتم، بعدم الردع؟ وعلى هذا ليس بشيء الجديد، على مدى سنوات كان هناك تم تسجيل عدد من التقارير الحقوقية سجلت مثل هذا النوع. لا عفوا، هي المشكلة بمجمل العملية الأمنية التحقيقية بمجملها، أنا لا أتحدث عن جزئية فقط، أتحدث عن من هو الاختصاص، من هو منوط به التحقيق، من هو له صلاحية التحقيق، ومن له من ليس له صلاحية التحقيق. يعني اليوم عندما نتحدث عن الجيش ليس له صلاحية التحقيق، أي بمعنى ليس مؤهل يعني قيادة الجيش في عملية التحقيق. عندما نتكلم عن الحشد الشعبي أو العشائر، عندما نتحدث عن أجهزة أخرى، الشرطة الاتحادية، هناك أجهزة مفترض من ترتبط بالقضاء هي هذه الجهة التحقيقية المنوطة بها عملية التحقيق حتى تعرض الأوراق التحقيقية إلى القضاء، لأن هذه مرتبطة بقضاء. صحيح. اليوم إحنا ما عندنا جيش مرتبط بقضاء، ما عندنا حشد مرتبط بقضاء، يعني عندنا قضاء مرتبط في الجهات المعنية في التحقيق فقط، وهي المعنية في وزارة الداخلية، سواء كانت مراكز الشرطة، سواء كانت ما تسمى بالنزاهة، سواء كانت التحقيقات الأخرى اللي موجودة. إذا هذه جهات معلومة لدى الجميع أنه هذه الجهات هي مختصة في التحقيق، يوجد لديها محققين، هؤلاء يعرضون الأوراق إلى القاضي. أما كيف اليوم أتحدث عن جهة تحقيقية لا تعرض الأوراق إلى القاضي؟ هذه طامة كبرى يعني. طيب، سأعود دكتور محمد إلى موضوع من المسؤول وموضوع الجهة القضائية أيضا، سنتحدث عن هذا الشق، لكن نشرك معنا سيد هيمن باجلان. سيد هيمن، أهلا بك. يعني يمكن على منذ حوالي 2004 كل المسؤولين في العراق ذكروا موضوع بأن هذا الموضوع موضوع تشكيل الحكومة واحترام حقوق الإنسان وغيرها من هذه المواضيع التي تتعلق بحقوق الإنسان، سيادة القانون، وطبعا القوانين الدولية وغيرها من المعاهدات. منذ، أو خلينا نقول، ما الذي تغير من 16 عاما بملف الحريات، ملف السجون، وموضوع التعذيب والخروقات بحقهم حتى الآن؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد لهذا الاستضافة، وشكرا لضيفك الكريم. صراحة منظومة السجنية حاليا في العراق تعاني ما تعاني من أزمات ومشاكل، والحكومة العراقية، نحن كجهة رقابية كمفوضية على حقوق الإنسان، نتابع هذا الملف، تحديدا ملف السجون وموضوع ملف مراكز الاحتجاز، بقلق وجدية بهذا الموضوع. الآن حاليا هي الموضوع أكبر من هذا الموضوع. الحكومة العراقية تملك، وزارة العدل تملك 25 سجن إصلاحي، من ضمن هذا 25 سجن إصلاحي حاليا 20 سجن إصلاحي موجود، وخمسة من عندهم عاطلات ولا يشتغل. هذا أولا. ثانيا، الأعداد الموجودة داخل السجون العراقية تفوق الطاقة الاستيعابية للسجون، وأكثرية السجون، نحن نتكلم عن السجون مبنية البنية التحتية من سنة الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، فهذا بحد ذاته يتنافى مع معايير الدولية. ونحن في مفوضين على حقوق الإنسان أشرنا هذا المؤشر وأرسلنا تقاريرنا للمجلس النواب العراقي على سبيل المثال، وليس الحصر. لكن سيد الطاقة الاستيعابية، سيد هيمن، يعني المشكلة عفوا هي ليست فقط في بالصورة عامة، فقط نحن يعني نريد توضيح الأمور. وزارة العدل أيضا تحجب البيانات، وزارة العدل ترفض الحديث عن هذه التجاوزات، حتى لو أنها ردت على Human Rights Watch في عدد من القضايا لكنها لم تحل. لماذا كل هذا الرفض؟ لماذا يصدر هذا من جهات رسمية في العراق؟
يا ريت كان يكون احد الضيوف من وزاره العدل او من الحكومه العراقيه يجاوب، ولكن احنا كمفوضيه احنا جهه رقابيه تابعين للبرلمان، ونحن يحاولون الاستفسار عن هذه الاسئله. لا نخاف لا من الاستفسارات ولا من الارقام، ولن دائما في تقاريرنا وتقاريرنا موجوده على ويب سايت المفوضيه. نعم. احنا حكينا على موضوع محدد، هو موضوع الموصل تحديدا. الموصل كان فيها سجن بادوش، بعد احتلال الموصل من قبل عصابات داعش هذا السجن أصبح غير مؤهلا لاستلام النزلاء، هذا أولا. ثانيا مثل ما قلت، بعض السجون العراقية حاليا غير مؤهلة لاستلام النزلاء المحكومين، وبالتالي عدد المحكومين حاليا يفوق 28,000 الطاقة، 1,000 محكوم، والطاقة الاستيعابية لكل السجون داخلا في العراق موجودة في العراق لا تفوق على 20، يعني عندك فائض أكثر من 8,000 سجين، هذا أولا. ناهيك عن المحتجزين الذي على قيد التحقيق، هم أيضا أكثر من 30,000 وهذا عدد كبير أيضا. صحيح. نحن أشرنا هذا الموضوع، وحاليا لدينا دراسة وأعطينا دراسة للحكومة العراقية، والحكومة العراقية كانت جادة. اليوم كان اجتماع بهذا الصدد، جادة لحلول. أولا أكثر من حل، الحل الآني يعني سعود سيد هيمن إلى موضوع الحلول سنتحدث عنها. نعم. عفوا سنتحدث عنها، و تعرف دائما انت حتى الحكومه لا تعترف ببعض هذه التقارير والتقارير الحكوميه، فكيف لنا يعني في بعض الاحوال نحن دائما، ليس بعض الاحوال دائما، ما نحاول طبعا استضافه يعني من هم مسؤول عن مثل هذه الملفات، لكن يعني في الغالب لا نستطيع الحصول على هذا الراي، او لا يودون المشاركه، يعني أنت تعرف هذه الأسباب. سيد أيمن سعود إليك، وأيضا الدكتور محمد نوري سعود إليك، لكن مشاهدينا نذهب إلى الزميلة رانيا الدريدي، معلومات أكثر عن أوضاع المحتجزين في السجون العراقية، ثم نستكمل النقاش مع ضيوفنا. في مثل هذا الشهر أبريل قبل 16 عاما أحكمت القوات الأمريكية وحلفاؤها السيطرة على العراق وإسقاط نظامه. 16 عاما لم تغير كثيرا من وجه العراق، خصوصا في مجال الحقوق والحريات، وظلت السجون في بلاد رافدين تعج بنزلائها خلال الوجود الأمريكي وبعده، وتكشف التقارير الحقوقية باستمرار مشاهد العذاب والمعاناة داخل أقبية مراكز التوقيف والاعتقال. في الفترة الأخيرة برز ملف الانتهاكات في السجون العراقية إلى الواجهة مجددا بعد تقارير منظمات عالمية ومحلية. مركز بغداد لحقوق الإنسان، وهو أحد أبرز المنظمات العراقية المعنية بالملف الحقوقي في البلاد، سجل ارتفاعا واضحا في معدل الانتهاكات داخل السجون العراقية، وذلك ضمن تقريره السنوي الخاص بعام 2017. وبيّن التقرير أن مجموع المعتقلين في السجون الحكومية العراقية بلغ 38,000 معتقل من الرجال وأكثر من 900 من النساء، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارة العدل العراقية تحجب البيانات الرسمية عن الرأي العام والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بسبب سوء ظروف الاحتجاز وتفشي الأمراض الخطيرة والإهمال الطبي. وتصاعد الحديث في العراق حول أوضاع النزلاء في السجون في ظل مطالبات بوقف احتجاز المعتقلين لأكثر من أسبوع واحد وضرورة محاكمتهم أو إطلاق سراحهم بحسب ما ينص الدستور. مفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت إنها سجلت خروقات وانتهاكات جسيمة في سجون عدة خلال الفترة الأخيرة، مطالبة الحكومة بوقف تلك الانتهاكات وضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان. هذا وسبق أن نشرت هيوم رايتس ووتش العام الماضي تقريرا يزعم استخدام التعذيب في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية في الموصل والمناطق المجاورة، واستند التقرير إلى شهادات معتقلين سابقين. وذكرت هيوم رايتس ووتش أن مجلس القضاء الأعلى رد مؤخرا على استفسارات المنظمة حول مزاعم التعذيب، قائلا إن مجموعة من المحاكم العراقية حققت في 275 شكوى ضد محققين بحلول نهاية عام 2018. وذكر المجلس أن 176 من هذه القضايا حلت، بينما لا تزال 99 قضية قيد النظر. المثير هنا أن برلمانيين وعراقيين وممثلين لمنظمات حقوقية حاولوا مرارا زيارة السجون لكشف الانتهاكات، لكن إدارة السجون تمنعهم كما قالوا، فيما وزارة العدل تتهرب وترفض الحديث عن التجاوزات وأشكال التعنيف الذي يطاول السجناء.
إذا نعود إلى ضيوفنا، أعود إليك دكتور محمد، يعني أسئلة عديدة تدور وخاصة في هذا الملف، منها موضوع الزيارات، منها موضوع المنع، منها انتزاع طبعا الاعترافات بالقوة، التعذيب الموجود والخروقات وعدم، حتى هناك أسماء لضباط نشرتها أو دلت عليها تقرير هيومن رايتس ووتش لم يتم التعامل معها بهذا الصدد، لكن ألا يمكن أو يجب أن تكون هناك تنسيق بين الوزارات، وزارات الداخلية، وزارات العدل، لتجنب موضوع هذا الخروقات؟ هذا من جانب. من جانب آخر أريد أن أسأل، ما الخطوات التي يجب اتباعها قضائيا على الأقل، قانونيا، لمن يتم التعامل معهم ويتم اعتقالهم، يتم احتجازهم؟ يعني اليوم عندما نتحدث عن منع زيارة الموقوفين، يعني هناك أشخاص سيتم إلقاء القبض عليهم، ممكن أول 10 أيام، أول أسبوع، أول 15 يوم لإكمال التحقيق ممكن أن تمنع الزيارة، لكن أن تمنع الزيارة لمدة 6 أشهر أو 7 أشهر أو سنة، يعني أيضا هذه إذا أردنا أن ندخلها في خانة الكارثة اللي قلناها، أيضا هذه كارثة، على اعتبار أنه أنت أكملت التحقيق، فما الداعي من منع الزيارة؟ طيب كيف تصل المعلومة إذا كانت هناك منع الزيارة، كيف تصل معلومة على الانتهاكات اللي موجودة؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية، هناك الإجراءات الرقابية حقيقة ضعيفة جدا، حتى الأخ في مفوضيات حقوق الإنسان يعني ما عندهم السلطة الكافية أو الوقت المسموح أو الإجراءات التنفيذية اللي يستطيعون زيارة السجون، جميع السجون، ولذلك قد تكون هناك جرائم أكبر من الانتهاكات، قد تصل إلى حد الموت في بعض الأحيان في بعض السجون، لكن لا أحد يعلم، على اعتبار أنه اليوم عندما نتحدث عن الزيارة وهي ممنوعة، فكيف لنا أن نكتشف أنه حدثت خروقات في هذا السجن أو ذلك السجن؟ هذا جانب. الجانب الآخر، ما معمول به في عمليات القضاء والتحقيق، أنه الدعوة النافذة كحد أعلى لها 6 أشهر على أن يحال المتهم إلى القضاء، يعني مراحل التحقيق تعطى كحد أعلى هي 6 أشهر. اليوم إذا ما رحنا ذهبنا وشفنا عدد الموقوفين وبأحجام الدعاوى المقامة ضدهم والفترة اللي هم موجودين بها، راح نجد هناك تجاوز أكثر من سنة أو سنة ونصف. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك قلة القضاة والادعاء العام بصراحة، وهذا خلل كبير جدا. يعني اليوم أنا أتحدث عن محافظة نينوى، أتحدث عن 3400 دعوة تحت التحقيق، وأتحدث عن 1600 دعوة منجزة ومحكوم، لا وجود مكان في محافظة نينوى أن يودع هؤلاء 1600 واحد، وأتحدث عن 3400 هم تحت التحقيق. طيب أنا لو عندي قضاء وممكن أن تكون عمليات المحاكمة سريعة كان أنجزت كثير من هؤلاء، لكن القضاء ده يعمل بسرعة لكن غير قادر على إنجاز هذه المعاملات، على اعتبار الدعاوى عفوا، على اعتبار أنه هناك عدد كبير من الدعاوى. بالمناسبة أنا أيضا أتحدث عن 3 محاكم في محافظة نينوى، و3 جنايات، ليست محكمة واحدة، 3 محاكم، وهي غير قادرة على إنجاز هذه الدعاوى. إذن هناك عندنا خلل في المراقبة. لكن دكتور محمد، الخلل ليس فقط داخل السجون، وحتى هناك من يتحدث عن خلل خارج السجون، وهناك تهديد لبعض المعتقلين بعدم البوح بما يحصل معهم، تهديد لعائلاتهم. الموضوع أعمق من هذا، يعني لا نتحدث اليوم فقط كما ذكرت عن موضوع المعتقلين داخل السجون وما يتعرضون له من تعنيف، إن كان لفظي أو جسدي أو حتى جنسي، الموضوع أكبر من ذلك. أريد أن أسأل سيد هيمن، ألا يمنع القانون في العراق طبعا القانون الاعتقالات المؤقتة، وما تحدث عنها الدكتور محمد، يجب أن تكون هناك مدة معينة بموضوع التوقيف؟ هذا من جانب. من جانب آخر، البعض يسأل كيف ترصدون هذه الحالات، كيف تتعاملون معها، كيف تقدمون تقاريركم؟ البعض يقول وخاصة من الحكومة لا تعترف بمثل هذه التقارير، على ماذا تستندون، كيف تقدمونها؟ أستاذ أحمد، نحن لدينا قانون، ووفق القانون، قانون رقم 53 سنة 2008 حدد ولاية المفوضية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، وتحديدا مع موائمة مبادئ باريس، فسن هذا القانون أعطى صلاحية الزيارات المسبقة والمعلنة والغير معلنة لكادر المفوضية إلى كافة مرافق
السجون والاحتجازات، هذا أولا. ثانيا لدينا 14 مكتب، هذا ال 14 مكتب مغذي بكادر رصين مهني يعملون بشكل دوري لزيارة السجون ومراكز الاحتجازات. تقاريرنا يوصل إلى المفوضية، والمفوضية تبعثها إلى اللجان المعنية للبرلمان العراقي، هذا أولا. ثانيا للجهات الحكومية، ويعني إذا مقارنة ما بين سنة 2012 تأسيس المفوضية والآن، الحكومة تستجيب لمطالب المفوضية. على سبيل المثال وليس الحصر، طالبت المفوضية بزيارة، كانت الحكومة العراقية منعت زيارة ذوي المحتجزين من الرجال من زيارتهم، ولكن بناء على طلب المفوضية الآن كل يعني الرجال من ذوي المحتجزين والمعتقلين يستطيعون بأنه يرحون. لكن سيد هيمن، بعض التقارير تتحدث بأن حتى القضاء لا يحقق بموضوع عادة في مزاعم التعذيب وغيرها من هذه المزاعم حسب قولي. أستاذ أحمد ليس ما يقال هو صحيح، هذا أولا. ثانيا نحن عندنا معايير دولية، يعني هذا المنظمة الفلانية أو المنظمة الثانية، يعني أنت هل يعني ليس فقط سيد هيمن موضوع التقارير، يعني حتى الحكومة لا تقبل مثل هذه التقارير التي تتحدث عنها كثير من المنظمات والهيئات الحقوقية ولا تقبل بها. في إشكالية في آلية الرصد، آلية الرصد وكيفية الرصد، هل هو من قبل هذه المنظمات، هل هو رصد ميداني، هل هو كيف هذه المنظمة الحكومة منعتها تروح للسجون وهي تكتب تقرير على السجون؟ هنا الكارثة. احنا نفوت للسجون، نروح للسجون ونشاهد ونعين هذا الموضوع ونشخص الخلل ونبعث للحكومة العراقية. بعض المنظمات يعني تنقل من سين وصاد من الناس ولا تلتقي بالضحية. احنا متابعين هذا الموضوع، ما نقول بأنه الموصل تحديدا، بأنه ضيفك الكريم، لا، الموصل فيها خروقات كثيرة، واحنا اكثر من مرة اول خرق بهذا الموضوع موضوع طيب. صحيح، لكن الحكومة او بعض الجهات ولا يزال هم محتجزين. نعم سيد هيمن، تتجاهل هذه التقارير. نعم. ويعني موضوع هذا الملف لا يمكن، او يبدو أن لا توجد مؤشرات تدل على اتخاذ أي إجراءات. تحدثت أنا في البداية أنت أن هناك قد تكون بعض الإجراءات. سأعود إليك سيد هيمن. دكتور محمد، موضوع حسم هذا الملف، لماذا لا توجد هناك جدية في حسم هذا الملف؟ تقارير عديدة تتحدث خروقات، أسماء موجودة، منظمات حقوقية، العديد يحدث داخل السجون وحتى خارج السجون. لماذا لا يوجد هناك إجراءات؟ لماذا لا يوجد وضوح في هذه العملية من قبل الحكومة حتى لا يشكل لها كما يقال وجع رأس في المستقبل؟ يعني صعب السيطرة على هذا الموضوع حقيقة، نتكلم لك بصراحة، لأنه مصادر القرار متعددة. يعني اليوم عندما نتحدث عن الجهات التنفيذية اللي موجودة، أتحدث لك عن نينوى مثلا، عن الموصل، ما أريد أذهب إلى محافظة أخرى. عندما أتحدث لك عن مصادر القوة أو العسكرة اللي موجودة في الموصل، نتحدث عن عدة جهات، نتحدث عن الجيش، نتحدث عن الشرطة، نتحدث عن الأمن الوطني، عن المخابرات، عن الاستخبارات العسكرية، عن الحشد الشعبي، عن الحشد العشائري. أكثر من 8 جهات هي لديها صلاحية، هي معطية نفسها صلاحية في إلقاء القبض والتحقيق، وهذا طبعا كله مخالف للقانون. صح. على اعتبار أن من ينفذ القبض هم أعضاء ضبط القضاء ومعرفين في القانون، لا يجوز لجهة أخرى أن تنفذ أوامر القبض والتحقيق. ولذلك مصادر القرار متعددة في العراق، لا يمكن السيطرة عليها، وبذلك الحكومة لن تستطيع أن تسيطر أو تحل، قد تحل جزء بسيط من الإشكاليات اللي موجودة. أنا عندما أتحدث لك بشكل بسيط، يعني من خلال حديث جنابك قلت القضاء ليش ما يتخذ إجراء. القضاء يتخذ إجراء عندما تحرك الشكوى أمام القضاء على أن هذا تعرض إلى التعذيب من قبل بعض العناصر الأمنية. طيب كيف يصل هذا الموقوف إلى القاضي حتى يوصل؟ نعم. هذه الرسالة إذا كان المحامي في بعض الأحيان يحتاج إلى شهر أو شهرين لغرض أخذ الوكالة في بعض الأماكن. يمكن الموجودة. يمكن سيد، أنا أقول الخلل في التنفيذ. نعم. القضاء يقوم بدوره في عندنا. صحيح. ويمكن دكتور محمد يمكن يجب يعني أن نلتفت إلى الصراعات الحزبية والطائفية التي يعني تكون، كما ذكرت هناك عدة جهات تتولى مثل هذا الموضوع. على الأقل عندما تكون جهة واحدة يمكن نكون وضعنا
على الأقل يد على حل هذا الموضوع. شكرا لك دكتور محمد نور العبد ربه، قيادي في تحالف الإصلاح بمحافظة نينوى، كنت معنا من أربيل. وأيضا الشكر موصول من بغداد لهيمن بجلان، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومسؤول ملف العدالة الجنائية ومناهضة التعذيب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل أول قصير وتتابعون من بعده. وفاة قيادي إسلامي سابق يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، التفاصيل في شباك هاشتاج. كتارا تحتفي بفن المالوف التونسي في أمسية بعنوان مالوف الخضراء. في حلقتنا أيضا غرفة لتفريغ الغضب في الأردن، كيف؟ التفاصيل في شباك الدنيا بعد قليل.